النائب عبد الله الخربيق، النائب عبد الله الخربيق، النائب عبد الله الخربيق. يعني سمي سمي المتروس وصاحب لحية بيضة شوية وشعر أبيض. فر الظاهرة تطلع هالأيام، هذا التشهير بأعراض الناس، باوع فيديو لإحدى البنات ينشروه على الفيس تحت عنوان فضيحة. شباب وين أخلاقنا؟ وين قيمنا اللي ورثناه عن آبائنا؟ يعني أنت من يشوف لك فضيحة ليش تشاركها؟ ليش تساهم بيها؟ أوجه مناشدة منه إلى الجهات المسؤولة، إلى الجهات المعنية، يجب أن تفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الإجراءات. الفضائح دا توصل إلى القتل، إخواني دا يقتلون أناس. يعني هيك صارت ماكو قيمة للإنسان؟ هيك وصل الاستهتار بشرف الناس وأعراض الناس؟ فأنا أريد بمعيتكم نوجه مناشدة، عسى ولعل أن الجهات المسؤولة تستمع إلى المنبر الحسيني.